التقى وزير الخارجية سامح شكري بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الحالية لإسطنبول، ونقل وزير الخارجية رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره التركي، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية والتي جاءت في صدارتها الأزمة التي يشهدها قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، فضلا عن إعادة التحديد من مغبة الإقدام على أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية. وأشار الجانبان إلى أهمية التنسيق بين مصر وتركيا بشأن الوضع في ليبيا لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بحال الأزمة، وتبادل الرؤى بشأن التطورات المتعلقة بالأزمة السورية. حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير الولايات المتحدة من أن فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي يتجاوز الخطوط الحمراء، فيما قال بني جانتس عضو مجلس الحرب إن فرض عقوبات أمريكية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة. وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد نقل عن مصادر أمريكية أنه يتوقع أن تفرض وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على إحدى كتائب الجيش الإسرائيلي على ضوء انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وبموجب العقوبات سيحظر على الكتيبة الاستفادة من تلقي أي نوع من المساعدات أو التدريب العسكري الأمريكي. استشهد 16 فلسطيني على الأقل بينهم 9 أطفال فجر اليوم جراء غارات نفذتها الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية استهدفت العديد من المنازل في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد 3 فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشبورة وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. وكانت السلطات الصحية في قطاع غزة قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لتصل إلى 34,049 شهيدا، فضلا عن إصابة 76,901 منذ 7 أكتوبر الماضي. استشهد 14 فلسطينيا جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس بمدينة تول كرم، كما أصيب شابان برصاص الاحتلال في الأرجل من مخيم تول كرم أثناء تواجد قوات الاحتلال على مدخل المخيم، وتم نقلهما إلى المستشفى ووصفت حالتهما بالمستقرة. وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت بشكل جزئي من مخيم نور شمس بعد عدوان شامل استمر 3 أيام، طال البنى التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصال والإنترنت، ودمر عددا من ممتلكات الفلسطينيين. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن القبول الفوري بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة يعد خطوة لتصحيح ظلم تاريخي طال أمده. وأكد الوزير الصيني أن العضوية الكاملة لفلسطين لا ينبغي أن تأتي نتيجة للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، بل كشرط مسبق يمنح لفلسطين المشاركة بالمفاوضات، ويكون بمثابة خطوة رئيسية نحو تحقيق حل الدولتين. 引入核潜艇的开发，违背。 قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا إن ما أقره مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى إسرائيل هي أرقام تترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة. وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وبموافقة المجلس انتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية الذي أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين. من جانبه اعتبر الكرملين أن إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون لتقديم مساعدة لأوكرانيا سيزيد من الدمار لديها وسيؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى في الصراع.
كما أكد الاتحاد الأوروبي أن التصويت على المساعدة الأمريكية لأوكرانيا يوجه إشارة واضحة إلى موسكو بتضامن واشنطن مع كييف. هذا وقد رحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالموافقة على حزمة المساعدات لبلاده، مضيفا أنه من المقرر أن توقع بلاده خلال الأشهر المقبلة اتفاقيات أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة والنرويج والسويد. Putin must be brought down to earth and our sky must become safe.